هذه ليست المرة الأولى التي يطرق أصحاب المنازل التي دمرت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014 أبواب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. فمنذ 9 سنوات وهم يتظاهرون أمام مبنى الوكالة الدولية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وتعويضهم، لكن دون جدوى أو استجابة لهم حتى اللحظة. هذه معاناة على مدى 9 سنوات لم تبالي الوكالة بكل الإنسانية، حتى يعني القانون الدولي، وهي الوكالة هي المسؤولة عن كل اللاجئين في المناطق المحتلة. احنا كنوع من قطاع غزة والمناطق الحدودية تضررنا ضرر بليغ، وتم الاتفاق على عقود لصرف هذه المستحقات، ولكن الوكالة ما زالت تصم أذنيها عن مطالبنا. فأكثر من 1600 عائلة فلسطينية وقعت عقودا مع الوكالة الدولية من أجل صرف مستحقات مالية لهم لإعادة إعمار منازلهم، لكنهم يقولون أن الأونروا تنصلت من ذلك ولم تفي بوعودها معهم، محملين الوكالة الدولية تداعيات ما لحق بهم من أذى وضرر وما ترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية. عندما يتم تأخير هذه العقود لأكثر من 8 سنوات فلم تقف عند حدود أرضنا في الحرب الإسرائيلية الضارية علينا، بل امتدت لخسائر فادحة غير عادية وقروض والتزامات وديون اتجاه الناس، وتلك الرسوم والديون شوهت صورتهم المعنوية أيضا أمام الجمهور وأمام العالم، أصبحوا كأنهم نصابين. اللجنة المشتركة لشؤون اللاجئين التي شاركت بالوقفة أعربت عن رفضها لسياسة الأونروا تجاه أصحاب البيوت المتضررة، مطالبة بضرورة إنهاء هذا الملف، محذرة من تجاهله لما له من تداعيات سلبية خطيرة، داعين الأونروا بتحمل مسؤولياتها. نحن في اللجنة المشتركة للاجئين جلسنا أكثر من جلسة مع المفوض العام وكذلك مع مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة، ووجهنا له رسالة وقلنا له أن هؤلاء يطالبوا بحقوقهم، وطالبنا أن لا يستخدموا العنف، قلنا له أن كل السبل وكل الطرق متاحة من أجل حصول هؤلاء اللاجئين على حقوقهم. لا يعقل أن تقوم الوكالة بتركهم لمدة 9 سنوات وهم في العراء. أزمة إنسانية عالقة منذ 9 سنوات بانتظار حل لها من قبل الأونروا، التي تقول أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل ينهي هذا الملف، وهو ما يرفضه أصحاب تلك المنازل الذين أصبحوا غارقين في الديون وعاجزين عن سدادها. ما بين حق أصحاب المنازل المدمرة بالبناء والتعويض وعجز ميزانية الأونروا عن إعالتهم، تتعقد الأزمة لتدخل عامها 9 دون أفق لحل جذري قريب. عامر فرة، اليوم، قطاع غزة.